اتفضلي بص يا استاذ احمد، انا دلوقتي عندي 70 سنه. من يديك الصحه يا رب. انا طبعا الصلاه دوت عادي يعني، وطبعا من زمان، وبتهجد دلوقتي تهجد كتير قوي من 20 سنه ولا ان شاء 30 الله تهجد. ربنا يفتح عليك ويبارك ربنا، وبيني وبين ربنا عمار، انا عارفه كده محاسه ويقيني في ربنا عمار. الله والله عمار، يعني الملائكه محوطاني في البيت، وابدا بقى التهجد من الساعه مثلا قولي من الساعه 12 لغايه الفجر، واطفي الشاشه وكله، انا لوحدي قاعده كده مع ربنا ومع الملائكه. والله ربنا ربنا بيهم. والله يزيدك من فضله. والله بس عندي مشكله، معلش، احنا بني ادمين ولازم نخطأ، لازم الخطأ، احنا مش ملايكة ولا لازم. التليفون ده لما بمسكه كاني وماني، التليفون ده خطير جدا. انا قاعدة في بيتي لوحدي، لكن يجيني تليفون ابقى عملت ايه وسوت ايه ومش عارف ايه، واه فلان لا لا انا ما قلتش لا الحاجات دي. وقعت في الشرك ده. بناتي الاثنين ما بيتكلموش بعض، بقالهم سنة وشوية ما بيكلموش بعض بالتليفون برضو. ما دي قالت على دي، ودي خبصت على دي، ودي لا قالت كلام لدي، ودي ما هم واجهوش بعض، بيحبوا بعض بقى ماليش الا هم. واحفادي دلوقتي يعني مش بيكلموا بعض بقالهم سنة. طب انت آه حاولتي تتكلمي معاهم؟ اكيد كتير 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 الكلام اللي هو اتنقل لهم كده، وهم واجهوش بعض يروحوا بيحبوا بعض. حد وقع ما بينهم يعني تقصدي؟ اتنين ستات وقرايبنا، وذول رحم تمام. رحم والله طب هدي نفسك يا ام محمد يا حبيبتي. والله لا انا 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 الحمد لله ربنا يعني كريم، وهو قدر لما شاء فعل. عايز يصالحها معايا يصالحها، مش عايز هو، انا راضيه بيه، راضيه بكل حاجه، بقضاءه كله، اللي يعمل فينا يعمله ربنا سبحانه. الله يفتح عليك يا ام محمد. حبيبي ربنا، ده حبيبي وهو عارف انا بحبه جدا. الله يرضى عنك والله. واللي يجيبه واللي يقدره يقدر. بس انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا شايله ذنب. انت سؤالك، انت حاسه ان انت كده مشاركه في ذنب يعني معايا؟ انا ممكن نكون قلت كلام يعني، انت لا قلت عليها كذا، لا هي بتقول انت قلت عليها يعني انا ما قصدتش، لا انا ما قلتش، انا مين اللي كده يعني. فانا فكانك شاركتي ان هم يقطعوا بعض. ما انا بقول للشيخ احمد يعني. طيب بس ربنا مش زعلان مني، انا حاسه والله ما زعلان. ربنا يزيدك يقين يا رب ويبصرك بالحق. وفي حته ثانيه عايزه اقولها برضه. اتفضلي يا محمد. طبعا النفقه دي ما تقوليش عليها، بنفق كتير يعني لله كده، عشان دي هتنفعني جدا، هتمسح سيئاتي كلها الحمد لله. هي ايه يا حبيبتي؟ انا ما سمعتكيش يا ام محمد. النفقه دي الانفاق يعني، قصدي اقول الصدقات والانفاق. دي انا يعني معاشي كله كده الحمد لله. سؤالك ايه بالظبط يا محمد؟ سؤالي ان انا عندي ولدين برضه ما بيصلوش، فمش مواظبين على الصلاه، تمام. والصلاه عمود النور والدين، وانا عمود عشانهم. يا ابني صلي. واحد فيهم قال لي خليكي في حالك، مش انت خلاص انت بتصلي وبتدعي لنا خلاص عشان يعني ما يتخانقش معايا وكده. قلت له لا، ده انت ما تشحنش معايا عشان حرام. قال لي خلاص عارف الحديث ده، بس ما تقوليش انا بصلي، اصلي الفجر دلوقتي، ويصحى الفجر وينام قبل الفجر يعني، خلاص الفجر يا وما يصليش يعني، اذن الفجر وما يصليش، وانت بتحاولي يعني تكلميهم. دلوقتي الدكتور احمد بيقول لك لازم تقولي وتقولي وتقولي. طب انا افضل اقول واقول لغايه مثلا ما يصور عليا. حلو قوي. مثلا طب انا مش عايزاه يغلط فيا يعني، مش عايزاه. طيب بصي يا ام محمد، اولا ربنا ان شاء الله يهدي لك ولادك يا رب ويبصرك باذن الله تتصرفي ازاي. وسؤالك ده مهم جدا، ان احنا يعني زي ما اتكلمنا ان هو امر اهلك بالصلاه واصطبر عليه. هنجاوب لك على السؤالين الاثنين ان شاء الله، وربنا يشرح صدرك ويزيدك يقين وهدى يا رب. اول موضوع اللي هو بناتها الاثنين، هي بتقول انا كده مشاركه في التوقيع ما بينهم. هي تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يصلح بينهم، والبنتين يا ريت صوتي يوصل لهم يا رب. القطيعة حرام، وهي من أخطر الذنوب اللي احنا بنعملها، وبتمحق البركة من حياتنا. تمام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ربنا جاب قطيعة الرحم مع الإفساد في الأرض. شوفي 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 الاثنين، عشان يبقى في نسبة وتناسب، عشان خطورة الذنب ده مش سهل. أيوة. دي كارثة. وتقطعوا أرحامكم، دول مالهم يا رب؟ قال أولئك الذين لعنهم الله. اللعن يعني إيه؟ يعني الطرد من رحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر، إلى آخر الآيات. أيوة. فاللعن يعني الطرد.
ذلك بما عصوا هنا أنت وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا بنتي والله العظيم والله العظيم أقول لك على موقف حصل بين سيدنا الحسن بن علي وأخوه من الأب محمد ابن الحنيفية. سيدنا علي كان متجوز واحدة بعد ستنا فاطمة وخلف منها من بني حنيفة وأنجب منها وكان الولد اسمه محمد. فمحمد ابن الحنيفية ينسب لأمه أخو سيدنا الحسن بن علي يا الله. والاثنين إخوات بس من الأب. تمام. فحصل خلاف بينهم. تمام. زي أي اثنين يحصل بينهم خلاف. فراح الحسن بن علي قام جايب كده ورقة وكاتب جواب. بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسن بن علي إلى أخيه محمد بن الحنيفية، فإني آمرك. شوفي 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 الجمال والروعة والأسلوب وشوف الناس بتفكر إزاي. فإني آمرك أن تأتي لتسلم علي. الله. أنا بأمرك تيجي تسلم علي. لا تكبرا عليك، ولكني سمعت جدي صلى الله عليه وسلم يقول، يا أختي ما خصم أختك؟ طب اسمعي، طب والله اسمعي، اسمعي قبل فوات الأوان، اسمعي قبل المسكينة اللي كلمتنا دي ما ينزل قضاء ربنا وساعتها مش هتسامحوا نفسكم، والبنتين مش هيسامحوا نفسهم، والله ما هيسامحوا نفسهم. أيوة. والله هيعيشوا طول عمرهم بعقدة إن هم كانوا السبب في زعل الست دي. أيوة. فإني آمرك أن تأتي لتسلم علي، لا تكبرا عليك، ولكني سمعت جدي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بقى لهم أكتر من سنة ولا إيه؟ بتقول سنة ولا سنتين؟ سنة. فوق ثلاث، ثلاث أيام فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وأنت يا محمد أخير مني، لذا فتعال وسلم علي. يا الله.